السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا ويا مرحبا بجميع متابعيني في جميع القنوات السوشيال ميديا. راح أتكلم موضوع اليوم عن سبوت بلايند، النقطة العمياء، شلون أحصل على النقطة العمياء أثناء السياقة لتفادي الحوادث. أتمنى المتابعة لحد النهاية وإبداء الرأي، وشكرا. النقطة العمياء ألا وهو في بعض السيارات الحديثة فيها إضاءة استشعار لون برتقالي أو لون الأصفر، فهذه معناته أنه في سيارة في جانبك الأيمن أو الأيسر، فأما السيارات القديمة أو ما في الإنارة. راح أكمل في الفيديو الآخر الطريقة الصحيحة وقبل التخطي وبعد التخطي ومتى تخطه. وشلون نفرض ان بغيت اتجاوز هاي السياره اللي امامي، ما اتجاوزها في التقاطع هذه لانها في مصدر من مصادر الخطر. كل اللي راح اسويه اطالع المرايه واعطي المعشر 3 ثواني، 1 2 3، تاكد ما في سيارات، شولدرز لوك، ادور سبوت بلايند وارجع الى مساري الى الامام. بغيت ارجع الى المسار الايمن فراح اعطي فراح اطالع المرايا الجانبية واعطي المعشر، بعدين شولدرز لوك، ادور سبوت بلاين، ما في شيء، وانا خديت المسار اللي ابي بهدوء وتروي وعدم الاستعجال. راح اغير مساري، راح اسوي المراية، لاحظ المعشر 3 ثواني، شولدرز لوك، سبوت بلاين، ما في شيء في جنبي، اغير مساري، راح ارجع الى المسار الصحيح الايمن، المراية الجانبية، سبوت بلاين، نظر من أعلى الكتف، شولدرز لوك، وارجع إلى مساري. وأتمنى وصلت الرسالة عند التخطي، أعرف متى أتجاوز قبل الخطر، قبل دخولي مصادر الخطر، النظر من أعلى الكتف إلى اليسار، وإذا بغيت أرجع النظر إلى المراية والنظر إلى من أعلى الكتف إلى اليمين، والرجوع بعد التأكد تدريجيا إذا ما كانت فيه سيارات. أتمنى وصلت الرسالة وفهمت القصد، ويعطيكم العافية، وللقاء معكم ومع السلامة.